السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في قناتكم. زي ما انتم شايفين قدامكم دي تعليقات اتكتبت عني دلوقتي، ولما بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل بتزعلوا. حسبنا الله ونعم الوكيل مليون مرة. واحد اسمها قطرات معلقة عند ابن العرب دلوقتي وبتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعدما ابتعدت عن التعليقات رجعت لأوضح أمر رحاب. هي اختارت موضوع سهيلة لأن هات الأخيرة لها جمهور، واللي حب يشتهر ويحصل على مشاهدات يحكي عليها، وهذا بالضبط ما فعلته رحاب. ولكن هناك حاقدين على سهيلة وهم نجوى وإبراهيم، ولا أعتقد بأنه رجل، وأعرف بأنه هنا يقرأ في التعليقات. هدد رحاب وطلب تحكي باسم الدين، وإنه سيحاول يقنع جميع القنوات الداعمة لساهو التخلي عنها، لأن حفلها الأخير يفسد المجتمع. وهي كل يوم تنزل فيديو استفزازي بطلب منه، حتى انها قالت له: اصبحت اخجل بذكر الموضوع يوميا. وكان رده: استمري، لم يبقى الكثير. وبعدها جاءت هديك نجوى، وهي ليست من الفانز مثلنا، بل هي الداعمة لكنزة، وابراهيم ايضا داعم لكنزة. وانا كشفت عن دعمه أو عن دعمه لها، ومتأكدة من ما أقول. ورحاب أخطأت عندما هاجمت سهيلة والفانز، وإذا أرادت التوبة والتوجه إلى الله تعالى بعيدا عن الفن ذلك قرارها، ورب يهدي الكل. ولكنها استفزت الجميع، وأنا قلت لها: الدين نصيحة وليس فضيحة. وهذا ما قالته لها أختي زهرة، ولم تخطئ معها، بل رحاب كل يوم بحال، كيف لا وهم الأول في الدراما. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. وهم الأول في الدراما والأفلام. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. وهم الأول في الدراما والأفلام ودموع التماسيح. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. ربي يهديها. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. كيف لا وهم الأول في الدراما والأفلام ودموع التماسيح. ربي يهديها. وزادت: نزلت فيديو آخر على ساهو اليوم وهي فخورة بمطربة، ومن جهة لن تدعم الفن. ما هي المطربة بني آدم برضو زينا، برضو المطربة ما هيش كافرة. الدين بتاعنا ما قالش ان المطرب يبقى كافر. المطربة دي برضو بني آدمة برضو وذات أخلاق ومحترمة. وأنا مش هرد عليك أصلا، أنا هقرأ على كلامكم بس، والناس اللي تشوف الفيديو تحكم بقى بنفسها، ولا أنتوا حرين. أنا خلاص مانيش حمل الكلام ده كله خالص، ولا فاضية للكلام بتاعكم ده، مش فاضية للحاجات دي. أنا أكبر من كده بكتير، أنا أكبر من الشتائم وأكبر من اللي بيحصل ده. أنا مش زي الناس اللي في اليوتيوب مقدرش أتحمل الشتائم، ومش فاضية للكلام ده، مش فاضية. أنا مشغولة بحياتي ووظيفتي وشغلي وحياتي، مش فاضية لشغل العيال اللي بيحصل في اليوتيوب ده، مش فاضية له. لا، مش هينفع معايا الكلام ده، مستحيل ان انا اكمل مع الحاجات اللي بشوفها دي. طبعا مستحيل، ده مش اسلوبي ولا اسلوب حياتي، ده استحيل اكمل مع الحاجات البشعة اللي بتحصل دي. ده شغل عيال وانا مش فاضية له، مش فاضية لشغل العيال ده. لا اله الا الله سيدي محمد حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي فخورة بمطربة، ومن جهة لن تدعم الفن. والله تيجي تفهم تدوخ. ما علينا اللوم عليكم، اتبعوا البراني اليوتيوبرز الجزائريين، لا تدعمونهم وتدعمون الغرباء. اعتبرتنا غرباء. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، في كل اللي يعتبرنا برضو غرباء. احنا ما بنقولش عليكم غرباء، وما تخلونيش اندم ان انا حبيت الجزائر وتربها، لكن انتوا لا تمثلوا الجزائر برضو، لان اللي بيحبوني اكتر واللي انا بحبهم اكتر. وإذا كنت أنت مش بتحبيني فبراحتك، لكن أنا برضو هعشق تراب الجزائر اللي كله شهداء براء منكم.
براءة من كل الحقدين ومن كل الحاسدين ومن كل الغيورين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا تدعونهم وتدعون الغرباء، راهم يأكلوا على ظهركم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، ويزيد ويطيح لكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. والله عيب، دخلت واحدة عند سهو قناتها دينية عندها ثلاثة، دخلت واحدة عند ساهو عندها 3 مشتركين، طلبت الدعم للأسف لم يدعمها أحد، والله كرهت من الحديث على رحاب وأفلامها، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. كرهت عن الكلام عن رحاب وأفلامها اللامتناهية، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. أما أختي زهرة أطال الله عمرها وشفاها، امرأة طيبة بما تحمله هذه الكلمة من معاني، وأقول لها اهتمي بنفسك وعائلتك، وكلام رحاب كما نقول إحنا ادخل من الأذن هذه واخرج من الأخرى، الهدرة باطل، لو كان جد بالدراهم كل واحد يوزن كلامه، وتعز عليه الهدرة على بالي طولت، وشكرا أخي على صورة بحر جيجل لأنها مدينتي الجميلة، حفظها الله وحفظها بلادي كلها. والله يا ست انت خسارة فيك ان انت معاك الجنسية الجزائرية، خسارة، خسارة فيك ان انت معاك الجنسية الجزائرية، خسارة فيكي والله، خسارة فيكي، خسارة فيك ان انت تحملي جنسية الجزائر، خسارة فيكي، خسارة فيكي، وخسارة في الاخت زهرة المحترمة اللي خلتوني عملت فيديو عشان اسامحها فيه، وهي لسه بتشتمني لحد دلوقتي، وجبت لكم الدليل اهو قدامكم زي ما انتم شايفين، الاستاذة زهرة المحترمة اللي بتحلف انها بريئة وبتحلف ان انا بحذف تعليقاتها، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي اصلا انا عامله لها حظر اصلا من زمان، بتقول ان انا بحذف تعليقاتها، حسبنا الله ونعم الوكيل، في شغل العيال ده انا مش شكل الحاجات ديت، ولا انا وضعي يسمح بالكلام ده. لسه شتمانه اهي من ربع ساعه، بتقول السلام عليكم حبيبتي كيف حالك، طبعا بترد على الاستاذه اللي بتشتمني، بترد عليها بتقول السلام عليك حبيبتي كيف حالك، ان شاء الله بصحه وخير وسلام، كل كلامك صحيح واحسنت الرد، وشكرا لك على النصيحه، انا لا اهتم لها لانني على حق، حسبنا الله ونعم الوكيل، لانني على حق، وهي لم تتقبل مني كلمه الحق، انا ما شفتكش اصلا، انا عامله لك حظر اصلا ومفيش تعليقات بتوصلني، مش عايزه اشوفك، مش عايزه اشوفك، خساره فيكم الجنسيه الجزائريه اللي انتوا شايلينها، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاثنين وكل اللي شكلكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، دعوة مظلوم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاثنين، خسارة فيكم الجنسية اللي انتوا شايلينها، المفروض تشيلوا جنسية دولة تانية خالص، المفروض يبقى معاكم جنسية دولة تانية خالص، مش الجزائر أبدا ولا مصر ولا أي دولة حنونة ولا أي دولة محترمة، المفروض يكون معاكم دولة جنسية دولة من اللي بتظلم الناس وبتقتل في الناس، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاثنين. واحدة جعلت ان ابراهيم هو اللي قال لي اتكلمي في الدين، وابراهيم هو اللي قال لي اعملي وسوي، وقالت افلام وحكايات وتبلت عليا كل كلمه زور، حسبنا الله ونعم الوكيل فيها، والاستاذه زهره المحترمه ردت عليها من كل اللي انتوا الاثنين، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم، يا رب اجعل تعبي كله يا رب، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم انتوا الاثنين، يا رب خلص لي حقي منكم يا رب الليله دي يا رب، اللهم امين يا رب، يا رب خلص لي حقي منكم يا رب الليله دي يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، يا رب يا رب خلص لي حقي منهم هما الاثنين الليله دي يا رب، اللهم امين يا رب العالمين، لسه بيشتموني لحد دلوقتي، ابن العرب بيقول لي سامحي زهره، والناس كلها بيقولوا سامحي زهره، وزهره لسه بتشتمني لحد دلوقتي، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي بيقولوا عليا طمعة مسيح، واللي بيقولوا عليا ان انا افلام منهم لله، حسبنا الله ونعم الوكيل، يا رب خلص لي حقي، اللهم امين يا رب العالمين. الاستاذه زهره المحترمه بتقول السلام عليك حبيبتي كيف حالك، ان شاء الله بصحه وخير وسلام، كل كلامك صحيح واحسنت الرد، وشكرا لك على النصيحه، انا لا اهتم لها لانني على حق، وهي لم تتقبل مني كلمه الحق لانها انسانه مريضه. قبل كده كتبت عليا التعليقات ديت، وابن العرب حذف قفل التعليقات، وانا ما قدرتش اوصل للتعليقات عشان ابين براءتي لكم انها بتشتمني، ما كنتوش بتصدقوني، ولسه لحد دلوقتي بتقولوا عليها ان هي ما بتشتمنيش، وانا بتاعت افلام، وان انا بمثل عليكم، ودموع دموع تماسيح، وان انا بمثل عليكم وبكذب، وان انا وقلت فيها كل حاجه، كل حاجه قلتها فيها، حسبنا الله ونعم الوكيل فيها،
اهي جبت لكم الدليل اهو قدامكم، وهي شتمتني قبل كده كتير جدا جدا في فيديوهات كتير جدا جدا جدا، وانا لسه دلوقتي مسجله فيديو طويل عريض مدته ساعه علشان اتناقش فيه مع ابن العرب وارد عليه زي ما هو قال يرد عليا. ولو انا ما ردتش عليه هيقولوا ده هي مش عايزه ترد، وهيبلوني بالبلاوي السودا كلها. قلت خلاص هرد، ما كنتش عايزه اتناقش معاه في حواراته اللي قالها لي كلها، واضطريت ان انا اتناقش، واضطريت ان انا ارد، واضطريت ان انا اتحاور معاه زي ما هو طلب. ولو ما عملتش كده هتبقى مشاكل، انا مش حمل المشاكل دي كلها، صحتي ما تتحملش الحاجات دي كلها. ما كنتش لاقيه دليل براءتي، وهو دليلها قدامكم ان زهره بتشتمني لحد دلوقتي حتى بعد الفيديو اللي ابن العرب عملوا فيه عشان حتى يظهر براءته، حتى لسه بتشتمني اهو دلوقتي حالا، والتعليقات اهي قدامكم، وفي تعليقات كتير 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 في كل مكان. انتوا مش ربنا عشان ان انا احلف لكم ولا اقسم لكم، ربنا شاهد ومطلع، ربنا منتقم جبار يا زهره. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. اخص 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 عليكي. ده بيقولوا ده مريضه، بيقولوا سامحاها ده مريضه. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل تعب فيا بسببك، حسبنا الله ونعم الوكيل في التعليقين دول وفي كل اللي شكلهم منكم لله. بيقولوا عليا ما تدعيش، انا ما بدعيش، بقول حسبي الله ونعم الوكيل. اخص عليكم، اخص اخص اخص. الجزائر بريئه منكم انتوا الاتنين، الجزائر وتراب الجزائر، يا رب ما تدفنوش في الجزائر، خساره فيكم تدفنوا مع الشهداء، خساره فيكم، خساره فيكم تدفنوا في تراب الجزائر، التراب الطاهر اللي كله شهداء. يا رب ما تدفنوش في الجزائر انتوا الاتنين، واللي من شكلكم واللي زيكم. كل كلامك صحيح واحسنت الرد، وشكرا لك على النصيحه، انا لا اهتم لها لانني على حق، وهي لم تتقبل مني كلمه الحق لانها انسانه مريضه نفسيا. منك لله، منك لله، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. ده ربنا اللي بيظهر الحق، عشان انا قلت يا رب يا رب زي ما ظهرت براءة عائشة من فوق 7 سماوات، يا رب تظهر براءتي، وبراءتي جت اهي، والحمد لله قدرت اصور كلامك وانشره للناس تشوفه. اخص عليك، الجزائر بريئة منك، اخص عليك. بيقولوا ده مريضة، اما انت مريضة اتقي الله، اتقي الله في نفسك وفي صحتك، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. خافي من ربنا، ده دايما المشاكل بتحصل بين القنوات وبعضها، مش بين صاحبة القناة وبين واحدة من المتابعين. اخص اخص اخص، عمري ما شفت كده، عمري ما شفت تحصل مشاكل بين صاحبة القناة وبين واحدة من المتابعين. اخص عليكي، اخص عليكي. الناس بيبقوا اصحاب قنوات يتخانقوا مع بعض، اخص عليكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. بيقولوا مريضة، بيقولوا مريضة، سامحيها، حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. منك لله، منك لله، يا رب يخلص لي حقي منك الليلة دي يا زهرة، يا رب. انت والست التانية معرفش اسمها قطرات ايه دي، يا رب يخلص لي حقي منكم انتوا الاتنين وكل اللي زيكم. خسارة فيكم تراب الجزائر تدفنوا فيها، إلهي ما تدفنوا فيها، إلهي تدفنوا في مكان تاني خالص. والنبي يا رب، بالله عليك يا رب ما يدفنوا في الجزائر يا رب، بالله عليك يا رب، بالله عليك يا رب ما يدفنوا فيها زهرة دي بالذات، والتانية اللي اتبلت عليا وافترت عليا مليون افتراءات وعملت لي قصة طويلة عريضة وعملت فيلم طويل عريض يا رب. والنبي يا رب بحق وجع قلبي، والنبي يا رب، بالله عليك يا رب، بالله عليك بحق الوجع اللي في قلبي وبحق الوجع اللي في جسمي وفي كل جسم منهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله، سيدي محمد حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي لم تتقبل مني كلمة الحق لأنها إنسانة مريضة نفسيا ومتناقضة مع نفسها، وهي بعيدة كل البعد عن كلمة الحق وعن الدين. حكمت عليا ودتني النار وهي قاعدة، وهي بعيدة كل البعد عن كلمة الحق وعن الدين. منك لله، ربنا يحاسبك، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا زهرة، وكل اللي زيك وكل اللي يفترى عليا، حسبنا الله ونعم الوكيل. منك لله، منك لله يا بعيدة، منك لله، منك لله. يا رب ما تدفني في الجزائر الطاهرة، يا رب ما تدفني في تراب الجزائر الطاهر، يا رب ما تدفني مع الشهداء، يا رب تدفني مع ناس تانيين، يا رب تدفني مع ناس تانيين، حسبنا الله ونعم الوكيل. وهي بعيدة كل البعد عن كلمة الحق وعن الدين. أنا كتبت لها رسالة بكل أدب وهي قرأتها، مين اللي قالك إن أنا قريتها؟ يا ظلمة، يا ظلمة، يا مفترية، يا ظلمة، يا مفترية، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. انا كتبت لها رساله بكل ادب وهي قراتها، مين اللي قالك ان انا قريتها وانت كنت معايا وانا بقراها؟ عرفت ازاي يا ظالمه؟
عرفت ازاي؟ مين اللي قالك ان انا قريتها يا ظلمه؟ ده انا عامله لك حظر. منك لله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. الهي ما تدفني في تراب الجزائر، الهي ما تدفني في تراب الجزائر الطاهر. منك لله، منك لله، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي يا زهره، يا بنت حواء وادم. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. وكل اللي يشجعك على الباطل ويدعمك منك لله. عمري ما شفت المشكلة تحصل بين سحبة القناة وبين متابعة. منك لله يا بعيدة، منك لله. يا رب خلص لي حقي منها الليلة دي يا رب. ده انا لسه مسجلة فيديو ساعة دلوقتي، فيديو مدته ساعة، ارد بقى على ابن العرب عشان قال لي سامحيها، وقلت سامحت كل الناس. يا دوب خلصت بصيت لقيت التعليق ده هوت، وهي قاعدة تقول عليا مريضة نفسيا ومتناقضة، وتقول انها كتبت لي رسالة بكل ادب، وبتقول عليا ان انا قريتها. مين اللي قالك ان انا قريتها يا ظالمة؟ ده انا عاملة لك حظر يا ظالمة. منك لله، منك لله. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك ان انا قريتها؟ يا رب كل التعب اللي فيا يخلص حقي وذنبي منك يا اختي يا رب الليله دي. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. بتقول انا كتبت لها رساله بكل ادب وهي قراتها ومسحتها. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك يا مفتريه؟ منك لله، منك لله. يخلص ذنبي منك يا زهرة الربيع، يا رب يخلص ذنبي منك. مين اللي قالك ان انا قريتها ومسحتها يا ظلمة؟ ده انا عامله لك حظر اصلا. منك لله، مين اللي قالك ان انا قريتها ومسحتها؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يفترى عليا، وانت بالذات يا ظلمة. منك لله، حسبي الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا زهرة. فوضت امري لله فيك. منك لله، ما انتش عايزة اشوفك في الدنيا في اولى في الاخرة، مش عايزة اشوفك ولا اسمع اسمك. منك لله يا ظلمة، منك لله، منك لله. مين اللي قالك؟ مين اللي قالك ان انا قريتها ومسحتها؟ انت شفتيني ان انا قريتها ومسحتها يا ظلمة. منك لله، مين اللي قالك ان انا قريتها ومسحتها؟ مين اللي قالك؟ مين اللي قالك؟ ده انا عامله لك حظر يا شيخة. عرفت ازاي ان انا قريتها ومسحتها يا مفترية؟ منك لله، يخلص ذنبي منك يا رب. كل الوجع اللي في قلبي ده هو اللي في جسمي كله خلصه منك يا رب الليلة دي. اللهم امين. اله اصبح الصبح اسمع خير كده يا رب، ان ربنا خلص لي ذنبي منك. اللهم امين يا رب العالمين، يخلص لي ذنبي منك. منك لله، منك لله، يخلص لي حقي منك. اخصى عليكي في واحدة مريضة تعمل كده هو، تخافي من ربنا واتقي الله. انا بعيدة كل البعد عن كلمة الحق وكلمة الدين. منك لله، منك لله. بتحكمي على الناس ليه وانت كنت تعلمي بضميري وباللي في قلبي؟ منك لله. بتقول لك ايه؟ انا كتبت لها رسالة بكل ادب وهي قراءتها ومساحتها، وهنا زادت بانت حقيقتها، وهنا بدت بانت حقيقة. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. المهم عزيزتي، انا انسحبت من كل القنوات الا قناة ابن العرب، ادخل من حين لاخر حتى اسلم على الاحباب. منك لله يا ظلمة، منك لله، منك لله. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي، حسبنا الله ونعم الوكيل فيكي. ما عادش حد يقول لي سامحيها، وما عادش حد يجيب لي سيرتها من فضلكم. اصل انا خلاص خلاص خلاص، يعني هقول ايه؟ هقول ايه؟ شكرا لكم، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.